استلمنا الشقة دي في كومباوند اسمه دار مصر بنفس الشكل كده، وكان الهدف هو رفع كفاءة الشقة دي. الشقة دي مساحتها 120 متر، كان صاحبها عاوز يشتغل بتكلفة مناسبة وما تكونش غالية قوي. أول ما نزلنا عشان نعين الشقة دي كان فيها شوية مشاكل كتيرة قوي، منها إن المحارة كانت ضعيفة، زائد كمان إن الأبواب كانت لازم تتغير لأن الأبواب كانت بايظة خالص، كمان كان لازم نغير الألوموتال لأن الألوموتال ما كانش بيقفل ولا بيفتح وما كانش متركب كويس. كمان عملنا تشيك اب على الاسلاك، لقينا الاسلاك ضعيفه جدا ومش هتستحمل، فغيرناها بالكامل لاسلاك السويدي. كمان عدلنا اماكن مفاتيح الكهرباء وارتفاعاتها عشان تناسب الفرش وطريقه الفرش بتاعتنا الجديده. ولقينا السيراميك ما كانش شكله حلو، فبدانا ان احنا نغير السيراميك ده، وحطينا عليه اتش دي اف خشب الباركيه اللي بيركب في الارض، زائد كمان ان احنا زودنا جبسون بورد وزودنا اضاءات مخفيه وشغل كهرباء كويس قوي عشان الشقه تبقى منوره شكلها حلو. كمان من اهم الحاجات اللي احنا قررنا نغيرها هي الحمام اللي في غرفه النوم الرئيسيه، لان غرفه النوم كانت مساحتها ضيقه جدا وما كانتش هتستحمل غير سرير واحد بس، فكان لازم نلاقي حل عشان نحط الدولاب، فغيرنا الحمام ولغيناه وحولناه لغرفه دريسنج. تعالوا بقى نشوف الشقه بقى شكلها عامل ازاي بعد التحويل. الاصول جابتني اصلها اتشافت غلط.